وشوشة. والله بص انا ممكن ما بقاش مركز احيانا, يعني ابقى داخل في مكان مش يعني ما فيش في خيالي حاجه, يعني عادي بدخل فلاقي حد معدي من ورايا يقول لي كله رايح. وبعدين المشكله انا بقيت في الحياه بتعامل من منطق ان بالمنطق بتاع الشخصيه, ف يعني انا لسه مثلا ليا باقي فلوس من شغل مسلسل في رمضان, يعني فبقول لهم يا جماعه يعني اعتقد يعني ان في فلوس ولا, فقالوا هتعمل بيها ايه ما كله رايح. قلت لهم تيجي الاول وبعدين تروح, انما يعني فكره ان لا مش بلاش في المواضيع دي يبقى كله رايح, تيجي الاول وبعدين نبقى نفكر تروح ازاي. فده من الحاجات اللي هي ايه بقى بقت بتضحكني, وبقيت مش عارف ارد على الناس اقول لهم ايه, ما انا اللي بقول كده لان السؤال ده بيضحكني لما بسمعه. هتقولي لي ليه؟ هقول لك عشان السنه اللي فاتت كنت عامل مسلسل كان اسمه هذا المساء, فكنت عامل فيه دور اسمه فياض عجميه, شخص متحرش جدا شرير جدا شخص سيء للغايه. فكل الناس اللي شافت المسلسل قالت لي خد بالك انت هتتحصر في دور الشر. فقلت لهم ربنا يستر, ضياء نفسه ان احنا نعمله تاني لا في الدراما, احنا مش انا مش هعمله لف في مسلسلات ولا في افلام, انما في دلوقتي فكره كويسه جدا, فكره برنامج كويسه جدا, وهيبقى مش حلقات كتير, يعني هيبقى غالبا 10 حلقات او حاجه كده, يعني احنا مش عايزين نكبر الموضوع نديله اكبر من حجمه يعني. وهيبقى حمله اعلانات ده, وحمله اعلانات لمره واحده بس, يعني ده اقصى حاجه من عم ضياء على الشاشه. وهو على السوشيال ميديا, هو ابن السوشيال ميديا, فهو مكمل على السوشيال ميديا, بيحبط كل اللي على السوشيال ميديا, هو عايش معاهم شويه ككوميكسات, ممكن احيانا هيبقى في فيديوهات للاحداث الكبيره يعني, بس انما غير كده لا. فكره بقى ان يبقى في دور في نظره تشاؤميه وارد, بس مش عارف هيبقى شكله ايه. ما انا السنه اللي فاتت كنت عامل فياض عجميه كان شرير, والسنه دي عملت جمال تحسين في ضد مجهول شرير, بس ده شرير وده شرير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.